سيداتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جمعة مباركة وشهر فضيل خص به الله سبحانه وتعالى الأمة الإسلامية لتشكر العلي العظيم على ما هدى إليه عباده من نعمة الإسلام وفضيلة الإيمان الذي يزكي النفوس ويطهرها. أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله يؤدي صلاة الجمعة وسط أجواء روحانية ملؤها تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم والتجرد للعبادة، ونحن في هذا الشهر الفضيل شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن، شهر الغفران والصدقة والبر والإحسان، شهر تفتح فيه أبواب الجنات وتضاعف فيه الحسنات وتجاب فيه الدعوات وترفع فيه الدرجات وتغفر فيه السيئات. أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله يزيح الستار عن اللوحة المخلدة لإنشاء هذه المعلمة الدينية التي أعادت بناءها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بعمالة مقاطعات بن مسيك بمدينة الدار البيضاء، والتي أبى العاهل الكريم إلا أن يطلق عليها اسم فلسطين. وشيد هذا المسجد على مساحة إجمالية قدرها 2056 متر مربع وبغلاف مالي يناهز 14 مليون درهم، ويسع ل1630 مصلي ومصلية، ويتوفر على جميع المرافق الضرورية للمصلين والقيمين على الشأن الديني، ويشتمل على قاعتين للصلاة، واحدة للرجال وأخرى للنساء، ومكتبة وقاعة متعددة الاختصاصات، وسكن للإمام وآخر للمؤذن، ومحلات تجارية. يعكس تدشين جلالة الملك لهذا الصرح الديني العناية البالغة التي يوليها أمير المؤمنين لشؤون الدين الإسلامي الحنيف، وحرص جلالته الدائم على تمكين المملكة من مساجد تزاوج بين الوظيفة الدينية والجمالية المعمارية حتى يتمكن الجميع من ممارسة الشعائر الدينية في أفضل الظروف. وأترككم سيداتي سادتي مع وقائع صلاة الجمعة بعد أن يؤدي أمير المؤمنين تحية ركعتين تحية للمسجد. إنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم. بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. روى إمامنا مالك عن أبي الزناد عن الأرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
صلى الله عليه وسلم قلت لصاحبك أنصت والإمام اخطو يوم الجمعة فقد لغوت. وفي حديث آخر ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا رحمكم الله أنصتوا رحمكم الله أنصتوا يغفر لي ولكم الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة. حي على الفلاح حي على الفلاح. الله الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله
أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونتوب إليه وهو الغفور الرحيم، ونشهد أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له الفرد الصمد، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المصطفى الكريم بعثه رحمةً للعالمين وهدايةً للناس أجمعين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، إن الأمة المغربية التي يبنى حاضرها على تقوى من الله وهديه تعلم حق العلم أن في ماضيها البعيد والقريب معالم بارزة وأياما خالدة من التضحية والصمود والالتفات حول قيادتها الجامعة لشروط المشروعية والنضال إمارة المؤمنين. وذكريات الأمة دروس وعبر ومصدر لتجديد العزم والالتزام، ومن أبرزها الذكرى التي ستحييها وتخلدها الأمة غداً، ألا وهي ذكرى التحاق جلالة المغفور له مولانا محمد الخامس بالرفيق الأعلى بعد جهاد مرير ونضال مستميت ضحى فيه رحمة الله عليه بالغالي والنفيس من أجل استعادة عزة شعبه وكرامته وانعثاقه وتحرره واستقلاله بعد احتلال دام أكثر من 40 سنة. فقد كان رضوان الله عليه في طليعة النضال وفي مقدمة الوطنيين المخلصين المجاهدين، يعضده ويساعده وارث سره جلالة المغفور له مولانا الحسن الثاني طيب الله مثواه، وبوتبته التاريخية الفذة واسترخاصه مجد العرش وأبهة الملك في سبيل حرية أمته وشعبه، أعطى قدس الله روحه للعالم أجمع ولا سيما لنضال إفريقيا ولكل المستضعفين في الأرض مثالاً في الجهاد عز نظيره، وقدوةً في التضحية لم يجد الزمان بمثلها. فكان رحمة الله عليه من المشمولين بقول الله عز وجل من المؤمنين رجال، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلاً. نعم أيها المؤمنون، لقد أكرم الله الأمة المغربية في تلك الفترة الحرجة من تاريخها بملك تقي مجاهد مؤمن مخلص، ورغم شدة الظلم وقساوة الاضطهاد فقد تحدى كيد الأعادي وجبروتهم بصبره وثباته حتى كان النصر حليفة، وذلك هو الجزاء الموعود من الله سبحانه. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنكم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ولما لبى الملك المحرر داعي ربه تولى قيادة الأمة ولي عهده ووارث سره آنذاك مولانا الحسن الثاني رحمه الله رحمة واسعة
فأكمل التحرير ووحد الوطن ووضع أسس الدولة الحديثة وشيد وبنى وأبدع المسيرة الخضراء المدفرة وأعلى للوطن شأنه بين الأنام إلى أن التحق برحمة ربه آمناً مطمئناً وتسلم الأمانة بعده ولي عهده صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعزه الله الذي بايعته الأمة بيعة الرضوان فصار على سنن الأماجد الأولين يرسخ الأسس ويوطد البناء في كل مجال وينشئ المشاريع تلو الأخرى في المدن والحواضر كما جعل من أولوياته محاربة الفقر والإقصاء والتهميش يرعى عن قرب مصالح المواطنين ويسمع لهمومهم أثابه الله على ذلك وجزاه خير الجزاء رحم الله تاج التضحية ورمز الفداء بطل الحرية والاستقلال مولانا محمدًا الخامس وشمل بعفوه وارث سره وعضده في الكفاح والنضال مولانا الحسن الثاني وبارك في عمر مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده نفعني الله وإياكم بالقرآن المبين وبحديث سيد المرسلين آمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد زينة الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون، إن العمل الصالح هو البرهان الساطع على حقيقة الإيمان، ولا قيمة لإيمان بلا عمل ولا لعمل بدون إخلاص، فإذا اقترن الإيمان بالعمل والعمل بالإخلاص كانت النتيجة هي حصول التقوى التي بها تطيب نفس المؤمن ويفوز برضوان الله. وتلك من شيم الملك الراحل مولانا محمد الخامس نور الله ضريحه الذي أعطى للعالم أبلغ درس في الوفاء والإخلاص والتضحية والنضال رضي الله عنه وأرضاه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أصحابه الكرام البررة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن أزواجه وذريته وسائر أهل بيته الطيبين الأطهار. وانصر اللهم مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اللهم انصره نصرا عزيزا تعز به الدين وتجمع به كلمة المسلمين. اللهم كن له خير حافظ وخير مجير، واجعل السبع المثاني والقرآن العظيم حرزه من كل سوء ومكروه، ووفقه إلى مزيد من جلائل الأعمال وروائع المنجزات، وأبقه ذخراً وملاداً لهذه الأمة التي يبادلها الصدق والحب والوفاء والإخلاص، وأقر عين جلالته بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وشد عضد جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير المجيد مولاي رشيد، واحفظه في كافة أسرته الملكية الشريفة. اللهم أغدق شآبيب رحمتك وعفوك وفضلك على الملكين المجاهدين مولانا محمد الخامس ومولانا الحسن الثاني. اللهم أكرم مثواهما وطيب تراهما واجعلهما في مقعد صدق مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعلي كلمة الحق والدين، واجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنوتيه أجرا عظيما. الله أكبر، الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. الله أكبر، الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. السلام عليكم. سبحان ربي العظيم وبحمده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله عدد ما في علم الله العظيم الكريم وفضائله، ورضا أصحابك يا سيدي يا رسول الله. اللهم آمين يا رب العالمين، اللهم آمين يا رب العالمين، اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين، فاتحا ولداش ومحبس وكافة مسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم، سيدنا ومولانا السلطان، اللهم انصر وبارك في أموره، اللهم اصلح به وعلى يديه، اللهم وفقه للخير وعين عليه، اللهم كن له وليا ونصيرا. الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم
سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله صلاة الجمعة بمسجد فلسطين الذي أعيد بناءه بتعليمات سامية تندرج في إطار العناية البالغة والاهتمام الفائق اللذين يوليهما العاهل الكريم لشؤون الدين الإسلامي الحنيف، حيث أبى جلالته إلا أن يخص بيوت الله بكريم عنايته من خلال بناء مساجد لائقة شكلا ومضمونا. فمن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان خلق الجود والكرم والبر والإحسان والتضامن مع الفقراء والأرامل والأيتام. وأمير المؤمنين حفظه الله كما يشهد على ذلك شعبه مقتد بجده صلى الله عليه وسلم في اغتنام هذا الشهر في البر والإحسان والجود والكرم. فطوبى لمن أدرك رمضان وأطاع الرحمن وشمله رب العزة والجلال بالصفح والعفو والغفران وفتح له أبواب الجنان. ونحمد الله على جمعات الخير التي يتجدد فيها رباط العهد والميثاق ويترسخ فيها الترابط الوثيق على هدي الدين القويم وسنن أشرف رسول وأكرم نبي محمد صلى الله عليه وسلم. إلى هنا أودعكم سيداتي سادتي وإلى